رئيس عدلي منصور أعرب أيضا خلال لقائه بالسناتور الديمقراطي تام كيم رئيس اللجنة الفرعية لعلاقات الشرق الأدنى بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب عن حرص مصر على علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أيضا أن هذا الحرص بيرتبط وبشكل مباشر بمدى حرص الولايات المتحدة على نفس العلاقة وما يرتبط بها أيضا من مواقف وأهداف ومصالح، وأضاف أن مصر كانت بتود أن تتفهم الولايات المتحدة مبكرا حقيقة كل ما تم في مصر، كما أنها أيضا كانت بتود وهي تحارب حربا حقيقية ضد الإرهاب في سيناء وباقي أنحاء مصر أن تجد من الدول الصديقة استمرارا لدعمها التقليدي. طبعا كلام الرئيس عدلي منصور بيحمل رسالة إلى الجانب الأمريكي فيها ندية غير معهودة من الجانب المصري. معنا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. تعقيبك على هذه التصريحات اللي صدرت من الرئيس عدلي منصور، خاصه انه اللهجه مختلفه في هذه التصريحات. بدايه انا تابعت لقاءات حضرتك مع السيد مساعد وزير الداخليه حوالين الاحداث المؤسفه اللي حصلت في الاستاد النهارده. نعم. وانا احب ان انا اعرب عن خالص تضامني مع رجال الشرطه المصريه، وان انا بطالب النادي الاهلي ان هو يتخذ موقف صارم تجاه الالتراس بتوعه. نعم. وان لازم الجميع يعرفوا ان مفيش حد فوق القانون. صحيح. واللي اعتدى على رجال الشرطه يجب القاء القبض عليه، ويجب ان يحال الى النيابه العامه، ومن النيابه العامه الى المحكمه، ومن المحكمه الى السجن. نعم. لأن هذا الوضع لا يمكن القبول باستمراره في البلد. بالتأكيد. لا يمكن. بالتأكيد. ده أولا، ومش معقول أنا عامل رجال الشرطة اللي بيضحوا كل يوم، ده النهارده في رقيب يعني فقد حياته دفاعا عن مصر. نعم. نعم. يعني مش معقولة ده يبقى جزاء رجال الشرطة. كل يوم يا سيادة السفير ده بيحصل. عموما ارد على سؤال حضرتك. طبعا اتفضل يا فندم. احنا بنضم عموما صوتنا لصوت حضرتك يعني في البدايه في التعقيب على الاحداث اللي عقبت المباراه. ماله يا فندم؟ احنا بنضم صوتنا يا فندم لصوت حضرتك في دعمك لقوات الشرطه في دفاعها عن امن مصر يعني. شكرا، بس المسؤول يتقدم للمحاكمه يا فندم. نعم. يعني نعم. الحادثه دي ما تمرش مرور الكرام ابدا. نعم. اوكي. رد على سؤال حضرتك، احنا سعداء جدا جدا ان السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه المؤقت ابلغ العضو مجلس الشيوخ الامريكي رئيس اللجنه الفرعيه للشرق الاوسط عن لجنه العلاقات الدوليه بمجلس الشيوخ بهذا الكلام. ودوت حضرتك قلتي ان دوت بيعكس النديه، وانا بتفق مع حضرتك تماما ان هو بيعكس ان النهارده في لغه جديده في مصر، ان النهارده في مواقف جديده في مصر، ان الاركان بعد ما اعتادوا لمده 4 عقود من 79 79 اللي هو توقيع على المعاهده مده السلام مع اسرائيل على ان مصر يعني يستمع الى كلامهم ولا تعلق، واذا علقت بتعلق على الاحياء، ان هذه الصفحه قد طويت الى الابد بناء على تطلعات الشعب المصري باكمله. فهم النهارده يا اما يفهموا الرساله او لا يفهموا الرساله. نعم. الكره في ملعبهم. انا يعني كمواطن مصري وكنت يعني ضابط في الجيش في حرب 73 ودبلوماسي، انا بوجه خالص الشكر الى السيد رئيس الجمهوريه المؤقت ان هو قال لهذا عضو مجلس الشيوخ هذا الكلام بمنتهى الصراحه بمنتهى الندية. نعم. ان مصر قوة يجب ان تحترم. صحيح. تحترم بالقول وتحترم بالفعل، وانه انا الكلام اللي قاله السيد رئيس الجمهورية اتفق معاه تماما، ان احنا كنا نتوقع من الدول التي تقول ان مصر حليفتنا ان هي تقف معنا ونحن في حرب على الارهاب. هم يوم ما تعرضوا إلى أحداث سبتمبر 2001. نعم. وخرج الرئيسهم السابق بوش وقال من ليس معنا فهو ضدنا. نعم. فأنا أطبق عليه كلام رئيسهم، نحن نقول الأمريكان اليوم من ليس معنا في المعركة ضد الإرهاب
فهو ضدنا. وهي دي الرسالة اللي والحمد لله خرجت من القاهرة بقوة، تحديدا عندما ذكر ايضا الرئيس عدلي منصور انه كانت بتود مصر في حربها الحقيقيه الموجوده حاليا ضد الارهاب تحديدا في سيناء ان هي تجد دعم من الدول الصديقه. كان تصريح واضح جدا وفي نديه ايضا واضحه جدا. طبعا يا فندم، يعني هو انتقاد دبلوماسي باسلوب دبلوماسي للاداره الامريكيه. نعم. للاداره الامريكيه، وانا على ثقه انه اللجنه الفرعيه للشرق الاوسط او للشرق الادنى كما يطلق عليها في مجلس الشيوخ الامريكي، انه رئيس اللجنه الفرعيه هينقل هذه المشاعر وهذه المواقف الجديده لزملائه في اللجنه الفرعيه وفي اللجنه الام اللي هي لجنه العلاقات الدوليه في مجلس الشيوخ. وكما تعلمين حضرتك ان مجلس الشيوخ الاغلبيه في أغلبية ديمقراطية اللي هي الإدارة إدارة ديمقراطية. نعم. فأنا واثق إنه هذا الموضوع هيتم مناقشته باستفاضة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأنا أعتقد إنه الرسالة واضحة جدا اللي خرجت على لسان السيد رئيس الجمهورية المؤقت. نعم. وإنه مصر النهاردة تختلف تماما عن مصر من 20 أو 30 أو مصر 26 مارس 1979. الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب عليها أن تعتبر أن مصر هتقبل كل ما تقوله وكل ما تفعله. مصر النهاردة أصبح لها إرادتها الحرة، ونحن نعتز بهذه الإرادة، وإن شاء الله هنتمسك بها إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.